خمس في نبضة فادي وطن الحبيب صباح الخير عرفت بالهمس يا نفحة بلادي وطن الحبيب صباح الخير وطن الحبيب صباح الخير بالحواس الخمس في نبضة فادي وطن الحبيب صباح الخير عرفك بالهمس يا نبضة فادي وطن الحبيب صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم وطن الحبيب. صباح الخير. صباح الخير ليلى. أسعد الله صباحك بكل خير زميل محمد، أصبح عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين الكرام، وأرحب الجميع في حلقة جديدة من برنامج وطن الحبيب صباح الخير، وفي صباح جديد بإذن الله يكون جميل وسعيد على الجميع بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، في بداية هذه الحلقة نشيد بجهود بنك قطر للتنمية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تحقيق التنوع المطلوب في الاقتصاد القطري. نعم زميل محمد، من هذه الجهود أعلان البنك إطلاق النسخة الثالثة من جوائز رواد، والتي تهدف لتشجيع وتطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات في قطر، وتعزيز روح التنافس وغرس ثقافة ريادة الأعمال وأفضل الممارسات الريادية والابتكار والتميز التجاري. اقتصاد قوي متنوع المصادر هي الأهداف التي تحققها مثل هذه الجوائز والمبادرات. وطن الحبيب صباح الخير. Oh,
وطني الحبيب صباح الخير. حالة الطقس. والآن أعزائي المستمعين طبعاً نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة للأربع والعشرين ساعة القادمة، ومعنا من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني المتنبي الجوي فاطمة اليافعي. فاطمة صباح الخير. صباح النور يا هلا. حياك الله فاطمة. ما هو المتوقع للطقس بإذن الله تعالى للأربع والعشرين ساعة القادمة، وهل هناك تحذيرات؟ بداية فتنعية الأخوة والأخوات لاستمرار التحذير بالرياح القوية على الساحل خلال ساعات النهار، كما ننوه بعودة التحذير البحري بالرياح القوية والأمواج العالية من الليلة على أن يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل بإذن الله، ويكون الطقس لليوم حار نهارا إلى حار جدا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق خاصة المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام تصل إلى قوية على بعض المناطق ظهرا. أما عن الحالة البحرية يتراوح ارتفاع الموج حاليا من قدم إلى 3 أقدام أحيانا، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة معتدلة السرعة، تصبح الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة داخل البحر من ساعات الليل، ليرتفع الموج إلى أكثر من 8 أقدام ليلا. وعند درجات الحرارة من المتوقع أن تصل العظمى نهار اليوم 40 درجة مئوية في العاصمة الدوحة، علما أن أدناها سجلت فجر اليوم 32 درجة. دمتم بخير، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. المتنبي الجوي فاطمة اليافعي، شكرا جزيلا لك. وطني الحبيب صباح الخير. حركة السير. حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومن حالة طقس إلى حركة السير، ونتعرف على مستجداتها في هذه الأثناء في الطرق المختلفة الرئيسية والتقاطعات والمداخل والمخارج وغيرها. يطلعنا عليها الملازم أول أحمد علي الكواري، ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني. ملازم أول أحمد صباح الخير. صباح النور، مرحبا، حياك الله. نتعرف منك على مستجدات حركة السير في هذه الأثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. على ما نشاهد من كاميرات المراقبة المرورية بتكون اليوم الحركة طبيعية، بخصوص الخط الأمامي للكرنيش بتكون الحركة على انسيابية، بدأت تتذروى لحد الآن. فقط حاليا نشاهد كثافة سيارات من إشارات راس بعبود باتجاه إشارات المتحف الإسلامي. بخصوص الخط الثاني للكرنيش بتكون الحركة على انسيابية، أيضا الدائري الثالث الحركة بتكون انسيابية. فقط كثافة سيارات من إشارات الصحي السد باتجاه إشارات الشورى. ايضا بخصوص الطرق السريعه 22 مبار بتكون الحركه على انسيابيه، ايضا طريق سوى الحركه بتكون على انسيابيه. فقط دوار مدماك بدايه وقت الذروه كان عليه كثافه سيارات. بخصوص الاشارات الرئيسيه في مدينه الريان بتكون الحركه عليها انسيابيه، ايضا مداخل المخاطر الصناعيه بتكون الحركه عليها انسيابيه. في الختام نتمنى لكم السلامه من الاداره العامه للمرور. نعم، نتمنى السلامة للجميع وكل من هم في الطريق حاليا أينما كانت وجهتهم، نقول لهم درب السلامة. وشكرا جزيلا لك الملازم أول أحمد علي الكواري، ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني، يعطيك العافية. وطني الحبيب صباح الخير. أسعار الأسماك والخضار. حياكم الله أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، والآن مع قائمة بأسعار الأسماك والخضروات والفواكه لهذا اليوم، طبعا صادرة عن قسم الأسواق المركزية بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بقطاع شؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة. نبدأ مع قائمة الأسماك لهذا اليوم. الشنعد الكبير ب 33، الخباط ب 35، الهامور ب 34، والبالول ب 33، الصافي الكبير ب 32، وصافي الغزل الوسط ب 41، الشعري الكبير ب 16، والأحمر الوسط ب 13، الربيب الكبير ب 15 والوسط ب 22، الزبيدي الكبير ب 13 والوسط ب 25، القبقب الحيلاني ب 17 والمكن ب 31، النسر الكبير ب 9 ريال، الكوفر الكبير ب 17، الجش الكبير ب 10 والصغير ب 16، الفسكر الكبير ب 12، القرقفان الكبير ب 10 والصغير ب 8 ريال، البدح الكبير ب 23، الينم الكبير ب 6 وكذلك الصغير، الحمام الأبيض ب 28 والأسود ب 43، السكن ب 22، وأخيرا الجد ب 16 ريال.
بالنسبة لأسعار الخضروات والفواكه لهذا اليوم، الطماط القطري الكيلو بثلاثة ريال، الخيار القطري الكيلو بخمسة ريال، الباذنجان القطري بأربعة ريال، الزهرة الإيراني الكيلو بأربعة ريال، الملفوف القطري الكيلو بريال ونص، الخس الإيراني بريالين ونص للكيلو، البصل الأحمر الباكستاني الكيلو بريالين، والبطاط الباكستاني الكيلو بريالين ونص، وأخيرا الثوم الصيني طبعا الكيلو بستة ريال. بالنسبة للفواكه، التفاح السكري الإسباني بسبعة ريال، والأحمر الإيراني بثلاثة ريال، الموز الإكوادوري بأربعة ريال ونص، البرتقال الفالنسيا اللبناني بثلاثة ريال، المانجو الفونس الهندي باثناعشر ريال، الليمون التركي بثلاثة ريال، العنب الأبيض الأفريقي بتسعة ريال، الكيو الإيطالي بتسعة ريال، الكرز اللبناني بأربعتاشر ريال الكيلو، وأخيرا الأناناس الفلبيني الكيلو بستة ريال ونص. كانت هذه قائمة بأسعار الأسماك والخضروات والفواكه لهذا اليوم. وطني الحبيب صباح الخير. نعم زميل محمد يعطيك ألف عافية، وننتقل مباشرة لزميلتنا نوف بهزاد وفقرة جرائدنا التي من خلالها نتعرف على أهم وأبرز عناوين وأخبار الصحف المحلية لهذا اليوم. نوف صباح الخير. صباح النور زميلتي ليلى، أصبح عليكم وعلى مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه الإطلالة اليومية لنتعرف معكم على أهم أخبار صحفنا المحلية. جرائدنا. البداية من جريدة الراية، وفي خبر تحت عنوان رئيس الشورى يفتتح مكتب أمانة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أمس مكتب الأمانة العامة للمنظمة بدولة قطر وسط اهتمام كبير بهذا الحدث، وأعرب سعادته في بداية كلمته بحفل الافتتاح عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. ومن أخبار الراية أيضا، آخر موعد للتقديم الإلكتروني لخريف 2021 بجامعة قطر غدا. أعلنت جامعة قطر عن استمرار فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2021 لمن استوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول، وذلك للطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية حتى يوم الغد الثلاثاء آخر موعد للتقديم. ومن أخبار جريدة الشرق، وزارة الصحة العامة تحتفل باليوم العالمي لسلامة الغذاء. تحتفل وزارة الصحة العامة باليوم العالمي لسلامة الغذاء، والذي يوافق السابع من يونيو، تحت شعار غذاء آمن اليوم لغد صحي ضمن الشعار الدائم لهذا اليوم، وهو سلامة الغذاء مسؤولية الجميع. وبهذه المناسبة تنظم الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة تتضمن ورش عمل عن بعد حول سلامة الأغذية، منها ثلاث ورش للأسر المنتجة على مدى ثلاثة أيام، وورشة عمل لشركات الأغذية المستوردة تحت اسم بعض الأخطاء الشائعة في مكونات المنتجات الغذائية. ومن أخبار الشرق أيضا، هيئة التنظيم للاتصالات تنشر الإصدار الرابع من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى. نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني الإصدار الرابع من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى، مستبدلاً الإصدار الثالث الذي كان معمولاً به سابقاً. وجاء الإصدار الرابع بهدف مواكبة التطورات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها، وبناءً على توصيات وقرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لسنة 2019. وفي آخر أخبارنا اليوم من جريدة العرب، المرور استئناف العمل في ورش تصنيع اللوحات بأم سنيم. أعلنت الإدارة العامة للمرور استئناف العمل بقسم ورش تصنيع اللوحات بمنطقة أم سنيم خلال الفترة المسائية من الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء، بالإضافة إلى استمرار عمل الورشة خلال الفترة الصباحية من السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هذا ما كان لدينا في فقرة جرائدنا لليوم، ولقراءة المزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع عليها من خلال صحفنا المحلية في نسختيها الورقية والإلكترونية. والآن عودة للزملاء محمد وليلى في الاستديو. يعطيك ألف عافية زميلتنا نوف بهزاد، ما قصرتي، أطلعتينا على أخبار منوعة ومهمة من صحفنا المحلية لهذا اليوم من خلال فقرة جرائدنا. شكرا جزيلا لك. ومستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر، التواصل يستمر معكم بإذن الله حتى 9:30 في برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير.
وطن الحبيب. صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية، هذا عودة لبرنامجكم وطن الحبيب. صباح الخير. لحظات ونبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية ورسائلكم النصية القصيرة ورسائل الواتساب. نذكركم بأرقامنا، هاتفنا هو 443-44-344، خدمة الرسائل النصية القصيرة على 92666، والواتساب على 3330-9933. معانا محمد. محمد صباح الخير. صباح النور. يا هلا والله ابو جاسم. يا مرحبا طال عمرك. صبحكم الله بالخير. صبحك بالنور. يا مرحبا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضل طال عمرك. يا هلا ابو جاسم فضلك. اول شيء بس انا بتكلم بخصوص يعني عن التوظيف. نعم. انا كنت في جهه عسكريه سابق. نعم. نعم. فطلعت وقدمت استقاله لظروف عائليه وظروف يعني تعسفيه يعني قبل الجائحه. نعم. نعم. قدمت يعني في بعدها. وين؟ في كوادر ولا؟ نعم قبل كوادر، يعني قبل إنشاء منصة كوادر، فقدمت عليهم على النظام القديم ولا صار شيء ولا جاني رد. وبعدها بعدها أنشأوا اللي هي المنصة، منصة كوادر. نعم. فقالوا انطر انطر لمدة تقريبا شهرين على ما تضبط المنصة، لأن كان فيها يعني بعض الملاحظات. نعم. فتميت انطر انطر ولا صار شيء، يعني قدمت أكثر من 13 مرة. أنت تقدم يعني على وظائف تناسب مؤهلاتك وتناسب؟ نعم نعم. إيه؟ اللي موجودة اللي هي طالعة يعني. اللي طالعة عندك ونسبة التطابق. نعم. فيها كبير يكون. 100%. طيب. نعم على الكلام. أي نعم. 13 مرة يعني تقدم على 13 وظيفة؟ أي والله 13. طيب. وحتى إني مسجل أسماءها. مو مشكلة بدون الأسماء الحين نحدد 13. أخوي محمد. مش محدد يعني. نعم. لكن السؤال الآن. هل يعني من ضمن هاي 13 وظيفة هل تم مثلا عمل مقابلة لك في احدى الوظائف او شيء؟ نعم. هنا السؤال. أيوة. انا قابلت يعني تقريبا من الوظائف هذه كلها تقريبا قابلت في جهتين. طيب. وجاني رفض. وبعدها كل ما اقدم اعطوك. نعم. اسباب الرفض. اسباب الرفض ان الخبرة ما تتناسب. يعني ما تتناسب مع الوظيفة. نعم نعم نعم. والحد مقدم انت لحد الان تقدم في كوادر؟ اي نعم. وامس يعني حتى امس جاني رفض بعد من احدى الجهات. طيب. يعني قدمت عليهم يعني حتى مرتين. جاني القاء طلب بدون يعني سبب، وانا صار لي تقريبا الحين سنه ونص. يا ابو جاسم. طيب طيب. ويعني حتى اني اقسم بالله لا ضروري يعني متوهج وظيفه. نعم ضروري. وعلي التزامات. انا لو الامور طيبه. لا. لو ان ما علي التزامات يعني. لا. في البنك او التزامات يعني في التزامات حتى اتجاه عائلتك وكذا. مفهوم اخوي محمد. مفهوم. نعم اقول لك ان لدرجه انه يعني ان حتى يعني اللي من وين اصرف على نفسي. اقول لك ان اقسم بالله انه يلا يلا يعني الاهل يعني مساعديني شوي. طيب. اللي يعني يمشي لي 1000 اللي يمشي لي 2000 اللي ان شاء الله. عموما محمد. نعم. يعني خلنا في الموضوع، موضوع الوظيفة الآن. أنت الحين آخر شيء قدمت وتم رفضك آخر شيء اللي هو أمس. اللي هو أمس بدون مقابلة. بدون 13 مرة بدون مقابلة. بدون هذه الأخيرة. وقدمت بعد غير المنصة. قدمت يعني رحت أوديت أوراقي يعني على كذا جهة ولا يجيني رد. يعني هل السبب مسألة تشوف الحين التقديم عن طريق الجهات؟ لو شيء يا أبو جاسم هل يعني من المسؤول يعني عن الأشياء هذه؟ يعني هل هم شوف وزارة التنمية أم وزارة هم التنمية يعني الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هي. نعم. مثل حلقة وصل ما بين الجهات الحكومية سواء وزارات مؤسسات أو حتى القطاعات الخاصة، هي يعني حلقة وصل أن تشوف والله توفر للناس منصة فيها وظائف متعددة. الوظائف كلها اللي موجودة في هذه الوزارات في هذه المؤسسات موجودة على المنصة. الموضوع التوظيف من عدمه هذه يعتمد على الجهات نفسها. لذلك يعني من حق كل متقدم على وظيفة إذا هي الوظيفة مناسبة لمؤهلاته إنه يعني يكون في مقابلة. بعد المقابلة يتم تحديد
القبول أو الرفض من قبل الجهة، ولكن مع وضع أسباب. يعني الأخوة في وزارة التنمية الإدارية يطلبون مسببات والله بعد الرفض، لماذا تم رفضه، لأساس أن يكون لديهم علم بهذا الموضوع. لكن عموما هي المنصة التي وضعتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هي منصة تواصل بين الراغبين في الوظائف وبين الجهات اللي عندها وظائف شاغرة وتبحث عن من يشغل هذه الوظائف. عموما منا الأخوة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التواصل مع محمد ويعني إيجاد حل. يعني ذكر 13 وظيفة قدم عليها وحتى الآن لم يحصل على سوى مقابلتين من خلال 13 وظيفة وتم رفضه فيهما. أتمنى من الأخوة يعني البحث في هذا الموضوع والاتصال بالأخ محمد معرفة تفاصيل أكثر حول الأماكن اللي قدم فيها. وطين حبيب صباح الخير، معانا بصقر. بصقر صباح الخير. صباح النور. حياك الله يا بصقر. يا هلا يا مرحبا، تفضل. الله يسعد صباحكم. والله أنا عندي ملاحظة، وهي السيارات اللي تنقل التمويل من مخازن الدولة إلى محلات التمويل الأخرى. أنا ملاحظة يعني من فترة، وتكلمت جهات المختصة من فترة يعني ماضية، وهي أن تنقل المواد التمويل من زيت وحليب ورز وغيرها في سيارات مكشوفة في الصيف، تتعرض المواد التمويلية خاصة الزيت والحليب إلى أشعة الشمس المباشرة، فهذه لها تأثير خطير يعني على المواد الاستهلاكية هذه اللي راح يستهلكونها. نعم صحيح. ليكون. فأنا أقترح على إدارة المخازن التمويلية إنها ما طلعت أو تسلم أصحاب محلات التمويل الأخرى التموين، إلا تكون هناك سيارات يعني مضللة وسيارات مكيفة، لأن المواد هذه تحتاج خاصة الزيت والحليب. نعم. تحتاج إلى أن تكون هناك سيارات مكيفة أو مغطاة أو مضللة، لأن في الآن أجواء خاصة يعني فوق 45 درجة. نعم. وأحيانا السيارات تقطع مسافات طويلة مكشوفة، وبالتالي تكون غير صالحة للاستهلاك. اللي لاحظت أمس أنا أن سيارة واقفة عند محل التموين محملة زيت وحليب، واقفة السيارة مثلا ساعة في الشمس، وشوف متى الله أعلم متى حملوها ومتى وين مشيت لين وصلت. فهذه يعني إشكالية على المستهلك اللي يستهلك المواد هذه. هذه يعني حبيت ألفت الجهات المختصة إنها يعني تلاحظ هذا الأمر. طيب بصقر يعطيك العافية على حرصك واهتمامك، لكن ذكرت أنك تواصلت مع جهات معينة حول هذا الموضوع، مع من تواصلت تحديدا؟ من فترة، من زمان والله، أنا لاحظت هذا الشيء من فترة طويلة. طيب ما أدري عاد إحنا ناسي بالضبط الجهة اللي أنا اتصلت معاها، ما أقدر أحددها، بس إني أنا تواصلت معاهم لأني أنا شايف في الطرقات الخارجية سيارات محملة تموين في الشمس المكشوفة. نعم. وتواصلت معها، ما أدري والله إحنا بالضبط، إني ما أذكر بالضبط الجهة اللي أنا كلمتها في وزارة الاقتصاد أو شيء. نعم. لكن المهم إن أنا لاحظت الأيام الأخيرة إن السيارات تمشي في الأيام الحارة ذي، خاصة أمس شفت سيارة واقفة في أحد المحلات ممكن لها ساعة والمواد التموينية مكشوفة. فيعني أزعجني صراحة هذا المنظر، لأن فيه خطر على صحة المستهلكين. أكيد يا أبو صقر، هذا ما حبيت أن ألفت انتباهه الجهات المختصة. يعطيك العافية، وشكرا جزيلا لك يا أبو صقر على الاهتمام وعلى حرصك على سلامة الجميع. يعني بالفعل إذا كانت هذه المواد التموينية معرضة للحرارة فممكن تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فنتمنى الانتباه لهذا الموضوع من قبل الجهة المعنية، سواء الأخوة في وزارة التجارة والصناعة أو الجهة المسؤولة عن يعني هذه المواد التموينية مثل ما ذكر، أو إدارة المخازن التموينية. إن شاء الله يتم الانتباه لهذا الموضوع يا أبو صقر، ويعطيك العافية على الحرص وعلى الاهتمام وعلى نقل هذه الملاحظة في برنامج وطن الحبيب. صباح الخير. معانا أم أحمد. أم أحمد صباح الخير. صباح النور. حياك الله أختي. لو سمحت، أنا عندي ملاحظة أو شكوى على وزارة التنمية. نعم. بخصوص أنا ترغيتي من تاريخ 11/3/2021 السنة هذه، واستكملت كل دوراتي التخصصية وبلغتهم وطرشت لهم إيميلات وكلمتهم عقب وقالوا لي إحنا رفعنا دوراتك.
خلاص انتظري الترقية. ومن ذاك اليوم لذي اليوم لين بعد لي قاعدة أتصل فيهم يوميا على أكثر من موظفة، مش موظفة واحدة، وما حد يرد على التليفون نهائيا، ولا جاني إيميل ولا جاني مسج. وترقيتي نفس الشيء مثل ما هي، ما ترقيت لحد الآن. هاي نقطة. النقطة الثانية، أتفاجأ أمس يطرشون لي مسج إنه تم تجميد الراتب. على أي أساس يجمدون راتبي أصلا؟ أنا مداومة وكنت إجازة أسبوع في رمضان، ويتقدم مباشرة، قال لي المباشرة غير مطلوبة لأنه أسبوع أصلا، وداوم عادي يعني. لحد اليوم أنا مداومة، ولحد اليوم أنا قاعدة أتصل فيهم، حتى قبل لا أتصل فيكم ونفس الشيء ما حد يرد علي. واتصلت على سكرتارية الرواتب بخصوص تجميد الراتب وما حد يرد. طيب. وقسم الرواتب ما حد يرد، قسم الترقيات ما حد يرد نهائي. يعني تخيل أتصل فيهم من الساعة 8 يوميا. طيب أختي عفوا أم أحمد، ما اللي قال لك إنه ما يحتاج يعني عودة مباشرة؟ أنا دشيت على برنامج الموارد مباشرة. طيب. أيوة. يطلع لي مسج ان المباشره غير مطلوبه، وتصير معنا يعني كذا مره. انا يعني اخذ اجازه. طيب. ساعات يطلبون مباشره، ساعات ما يطلبونها. الموارد هو يطرش لك اصلا مسج، وفوق هاي كله بعد طرش لهم ايميلات قسم الترقيات. طيب. وما حد رد علي. اتصلت فيهم وقسم الرواتب بعد طرش لهم ايميل امس، وبعد ما حد رد علي لحد الان. ومجمدين الراتب وترقيتي لحد الان ما حصلت عليها. وأنا الحمد لله يعني موظفة ملتزمة. موضوع الراتب يعني محلول، يعني إذا هو فقط خطأ نظام ما مشكلة، بإمكانهم إنه يعدلونه. لكن موضوع الترقية، أنا موضوع إيه، وأنا موضوع الترقية شلون يعني؟ ليش التأخير ده من أنت قلتي لي من بداية السنة؟ ما أدري أنا، هاي اللي بعرفه بحد يرد عليه بس يوضح لي ليش التأخير هذه كلها. طيب أختي أم أحمد، بداية السنة أنت استحقيتي الترقية؟ نعم. ومكتملة الشروط كاملة؟ الترقية مكتملة الشروط، يعني خدت الدورات. نعم. كلها اللي تؤهلك لهذه الترقية. تخصصية ثلاث دورات. طيب، وعلى أساس أن المفروض أن أنت تم ترقيتك تاريخ كم؟ 11/3 من ثلاث شهور. إيه؟ من ثلاث شهور. وحتى هذه اللحظة ما عندك رد من قبل الأخوة في الموارد البشرية مثلا؟ أو نهائيا لا إيميل ولا يردون على التليفون. يعني آخر واحدة أنا كلمتها هي اللي استلمت مني الدورات وقالت لي خلاص أنا استلمتهم. طيب. على الإيميل، وأنا طرشتهم قسم الترقيات. سؤال. كلمي فلانة وكلمي فلانة. سؤال أختي أم أحمد. نعم. الآن أنت ذكرتي من خلال كلامك أن أنتم مجموعة، ليست يعني. لا أنا أتكلم عن نفسي. أنا ما تتكلمين عن نفسك، بس غيرك بعد نفس الشيء. لا، في موظفات معاي في نفس القسم. تم ترقيات. جت الترقيات يعني مو بس والله على الكل. أنت مثلا في بعض الأشخاص ما وصلت لهم الترقيات حتى هذه اللحظة. طيب جميل، خلينا نشوف الموضوع مع الأخوة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. إن شاء الله أنهم يتواصلون معنا وكذلك يتواصلون معك لإعطائك الأسباب، وإن شاء الله أن الموضوع يعني تأخير بسيط. ويعني عموما إحنا نعلم بأن حتى الترقيات تأتي بأثر رجعي، يعني حتى الترقية لو تأخرت مثلا شهر أو شهرين أو ثلاث شهور دائما حسابها من يوم استحقاق الترقية. التأخير لماذا؟ هذا الجواب عند الأخوة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. إن شاء الله يتواصلوا معنا حول هذا الموضوع. معنا بمبارك. بمبارك صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، حياك الله يا بمبارك، تفضل. الله يحييك. عندي طال عمرك ملاحظة على بلدية الريان، هي مخالفتين، يعني مخالفة اتخذت، واحدة اتخذت فورية والثانية الله يسلمك الحين اللي هو سكن العزاب. نعم. سكن الأجزاء أنا كلمتهم من تاريخ 28 تقريباً أو 25، هم الحين بيخطرون. أنا كلمتهم الحين قالت لا إحنا بنخطر الأجزاء وبنخطرهم مرة ثانية وبنخطرهم مرة ثالثة بعدين بنشوفهم. وفي نفس الوقت أنا حاط لوحة رغمي على محلات، أعطوني مخالفة على طول من غير أي إنذار من غير أي حاجة. راجعتهم يا جماعة زين إحنا ما عندنا خبر عن هالمخالفة، إذا هي مخالفة ولا مو مخالفة. قالوا لا تحط رغمك عليها مخالفة تدفع 5,000 ريال. زين أنا أحط رغمي أدفع 5,000 ريال وأنا ما ضريت حد، وسكن العزاب اللي هم متضررين من العوائل ومتضررين من الناس كلهم يعطونهم اختار أول واختار ثاني واختار ثالث عقب يروحون للمحكمة وعقب. يعني أنتوا الحين معاملتكم مو متساوية. إذا أنتوا عندكم أمر بإخلاء العزاب من سكن العوائل وعندكم أمر تنفيذي ولا أحد منكم ينفذه. الحين كلمتهم من شوي قالت والله بنخطرهم وبنكلمهم، يعني
ما يصير معاملة هالشكل تكون مو متساوية. خلاص إذا أنتم عندكم أمر بأنهم تخرجون العزاب من العوائل خلاص خرجوهم، ليش تعطيهم انذار أول وانذار ثاني وانذار ثالث يعني شوي بترجونهم، وإحنا حطينا إعلان على محل الأجار على طول مخالفة. تبي ما تروح المحكمة 50,000 ولا تبي تدفعها كاش وتسوي تسوية ب5,000 ريال؟ طيب وانت نقلت لهم هالموضوع يا ابو مبارك انه مثلا ما عندي خلفية عن الموضوع ويعني نعم نعم والله راجعتهم في رمضان وقلت لهم على الاقل لو اخترتوني انا ما عندي دراية بالقانون اخترونا قولوا يا اخي شيل الرقم اي شيء قولوا ادفع رسوم معليش 5000 ريال عشان حاط رقم والله حرام. طيب قالوا لا تبي تسوية 5000 ريال ولا تبي المحكمة 50,000؟ قلت يا ابو هاي 5000 ريال يوم تكلمت على العزاب وجيتهم قلت لهم العزاب فوق عمارة يطلون على بيوتنا ومزيننا وصحتهم علينا. في أي منطقة يا ابو مبارك انت؟ في المنيذر شارع أم الدوم، وكلمتهم وصورت لهم الصور وطرشت لهم كل شيء وخذوا عندي رغم الشكوى وكل حاجة، لكن للحين يوم موظف الحين تقول لي بنختارهم أو اختار أول واختار ثاني واختار ثالث وإذا ما استجاوبوا بنروح المحكمة وإذا يعني يمكن يدفنا الموضوع إن شاء الله راح نتواصل معهم. تابعين لبادية الريان أنتو؟ نعم بلدية الريان. إذا هم مشتطين ويدفعون الناس فلوس يدفعون سكن العزاب إن شاء الله يكون في من الناس رغم ما نضرر من أحد. إن شاء الله يكون في إجراء يا أبو مبارك ولا يهمك، إن شاء الله نتواصل مع الأخوان في وزارة البلدية والبيئة تحديدا بلدية الريان اللي أنتوا تابعين لها. موضوع سكن العزاب مثل ما ذكر أبو مبارك قدم شكوى وما زال يتابع الموضوع معاكم، ولكن إلى الآن لم يتم اتخاذ الإجراء اللازم مع هذه المخالفة. مثل ما نعرف أنه يعني هناك مخالفة لسكن العزاب في المناطق السكنية، فنتمنى اتخاذ الإجراء اللازم. وأيضا بخصوص اللي ذكرته في البداية المخالفة بخصوص الرقم، ذكر مبارك أنه ما كان عنده أي علم، يعني أيضا استوضح من الأخوان في وزارة البلدية والبيئة هذا الموضوع. ونتمنى يعني في المرات القادمة إن شاء الله يكون في زيادة في جرعة التوعية لمثل هذه المخالفات. ذكر أنه ما كان عنده علم، فنتمنى يكون في زيادة في جرعة التوعية من خلال حتى مواقع التواصل الاجتماعي حسابات الأخوان في وزارة البلدية والبيئة، يتم التوعية من خلال كل المخالفات حتى يعني لا يتم ارتكاب مثل هذه المخالفات في المرات القادمة بإذن الله تعالى. وطن الحبيب صباح الخير معانا ابو ناصر. ابو ناصر صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافيه الشيخ، حياك الله، يا مرحبا فيك ابو ناصر. الله يخليك. اول شيء احب اشكركم على البرنامج الطيب وظهوركم على الهواء على التلفزيون قناه قطر، صراحه شيء طيب والله. الحمد لله، شكرا لك يا ابو ناصر، تفضل طال عمرك. الله يطول عمرك ان شاء الله. اخوي بس انا عندي شكوى على اكتشف قطر. نعم. عندي خدمتين وصلوا عن طريق الحجر الصحي، وتقريبا من شهر 3 من شهر مارس تقريبا بداية مارس، وتواصلت معهم بعد خروجهم من الحجر على أساس اللي هو مبلغ التأمين، استرجع مبلغ التأمين. وبلغوني أني أتواصل معهم بالإيميلات وأرسل لهم جميع البيانات على أساس أن يرسلون المبالغ يحولونها مباشرة. نعم صحيح. ومن شهر 3 تقريبا لليوم والمبالغ هذه ما وصلت، ما رجعت في الحسابات. تواصلت معهم مرة ثانية بالإيميلات وكلمتهم؟ تواصلت معهم بالإيميلات، عندك صور الإيميلات من شهر 4 تقريبا طرشتها لكم عن الواتساب. وفي بعد إضافة لذلك كمان تواصلت معهم عن طريق الكول سنتر، وعندهم رقم شكاوي عليها، وتواصلت بناء على هالإيميلات. فمشكلة ما يعرفون، يعني اللي يقول لك والله ما نعرف، اللي يقول لك مثلا بنرسل لهم مثلا الفاينانس المالية، ما نعرف وين المبالغ هذه وصلت وين راحت. طيب مرات يقولوا لي والله في البنك، راجع البنك، أرجع لهم يقولوا لي والله من شهر 1 لين اليوم ما في أي مبلغ رجع لك على الحساب من أي مكان. فما بعرف شو الموضوع، يعني ما أدري شو أسوي معهم بالضبط. آخر شيء قالوا لك إياه في اكتشف قطر وشو؟ كيس من الحالة من الحالات قالوا لي والله الفلوس محولة، وواحدة من الحالات قالوا لي لا والله إحنا ما حولناها وما نعرف وينها. ما السؤال يعني ما أنه والله موظف يقول لك تم التحويل، على أي أساس هو عطاك هذه الإجابة؟ والشخص الآخر بعده يقول لك لا لم يتم التحويل، على أي أساس بعد عطاك الإجابة هذه؟ هذا السؤال موجه لك في اكتشف قطر. يعني والله المشكلة حتى لما نطلبهم تراكينج نمبر على مثلا رقم التحويل على أساس أن احنا نتواصل مع البنك بناء عليه نقول لهم احنا عندنا رقم تحويل معين، يقول لك لا والله ما نقدر نفيدك بهالرقم أو ما عندنا هالرقم. يعني المفروض يكون موجود يعني الرقم هذا مع التحويل، يبين رقم التحويل نفسه.
عموما ابو ناصر يعطيك العافيه، واتمنى من الاخوه في اكتشف قطر ان يتواصلون معنا على الملاحظات التي ترد الى البرنامج، كلها يعني تصب في شيء واحد، هي استعاده الاموال، سواء كانت مثلا اذا كانت يعني حجوزات لحجر فندقي ولم يتم الحجر، لذلك في هذه الحالة تقديم طلب يعني لاسترجاع هذه الأموال أو حتى استرجاع مبالغ التأمين اللي توضع كذلك، تأخذ وقت طويل في معظم الحالات، يعني تأخذ أكثر من الوقت المتوقع أو اللي حسب ما يقولون الأخوة في اكتشف قطر أنه شهرين عمل أو 60 يوم عمل كحد أقصى تسترجع هذه المبالغ، لكن ملاحظ أن هناك يعني تأخير كبير، يعني يعدي 60 يوم، يعني قد يصل ساعات إلى 3 أشهر عمل أو أكثر. لذلك أتمنى من الأخوة في اكتشف قطر تواصل معنا، إبداء هذه الأسباب، أسباب التأخير، هل هناك أسباب معينة، هل هناك حل إن شاء الله لهذا الموضوع، لهذه التأخيرات التي تحصل في استرجاع هذه الأموال والمبالغ بالنسبة للتأمين أو بالنسبة للحجوزات والمواضيع اللي يعني الحجوزات اللي تلغى ساعات، أو أنه مثلا يكون حجز بس عنده والله مثلا المفروض أنه يروح للمنزل، لذلك يجب أن تسترجع هذه المبالغ. فأتمنى من الأخوة في اكتشف قطر أن يتواصلون معنا حول هذا الموضوع. وطن الحبيب، صباح الخير. حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر، نحن معكم على الهواء مباشرة حتى 9:30 في برنامج وطني الحبيب صباح الخير، متواصلين مع مداخلاتكم الهاتفية ورسائلكم النصية القصيرة ورسائل الواتساب، ونذكركم بأرقام التواصل الهاتف 44 3 44 3 44، خدمة رسائل نصية على 92666، واتساب البرنامج 3 3 3 0 9 9 3 3. وصلتنا هذه رسالة نصية من أبو حمد ويطرحها للمرة الثانية، هذه الملاحظة يقول للمرة الثانية عندي ملاحظة على موضوع مدرسة فاطمة بنت الوليد الإعدادية للبنات، على نقلهم بنتي دون ما يرسلون لي أي رسالة وأتصل فيهم على الخط الساخن ما يردون، يقول شو الحل، ناقلينها لمدرسة أسماء ثانوية وأنا بيها في مدرسة هند بنت أبي سفيان. أبو حمد ما تواصلوا مع الإخوان مثل ما ذكر في وزارة التعليم والتعليم العالي، نتمنى يتواصلوا معه للمرة الثانية طرح الموضوع، وللمرة الثانية نوجه الملاحظة للأخوة في وزارة التعليم عنده مشكلة في موضوع النقل. احنا نعرف ان الأساس في موضوع النقل اللي هو النطاق الجغرافي، فما أدري شنو أسباب أبو حمد. عموما بإمكانكم التواصل مع أبو حمد ويعني معرفة وجهة نظر في الموضوع ومعرفة التفاصيل اللي حابينكم تعرفونها حول هذا الموضوع وحل مشكلته. وعموما احنا بانتظار ايضا الردود الخاصة بكل الملاحظات المطروحة في البرنامج في الفترة السابقة اللي تخص الاخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي، ان شاء الله يكون الرد عما قريب على كل هذه الملاحظات. هذه رسالة كذلك وصلتنا عن طريق الرسائل او رسائل الواتساب، يقول انا من سكان روضة الحمامة، تعبنا من الاستعراض والسباقات للشباب، يقول امس وانت رايح للبيت مع عيالك، يقول مروا علي او وانا رايح مع عيالي مروا علي 3 سيارات، لو اني ما وخرت عنهم وطلعت من الشارع كان لا سمح الله تعرضنا الحادث. يقول في الليل كذلك ما ننام من اصوات السيارات والاستعراض، فنطالب من الاخوه في اداره المرور وضع كاميرات ورادارات في هذه الشوارع، منا الاخوه في الاداره العامه للمرور. وطني الحبيب صباح الخير. Oh.
يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. عودة لكم، عودة لبرنامجكم مواطن الحبيب صباح الخير، عودة للمداخلات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل الواتساب. معاكم إن شاء الله مع ملاحظاتكم بشكل عام نستقبلها حتى 9:30. ونذكر بأرقامنا للتواصل، الهاتف 44 3 44 3 44، خدمة الرسائل النصية 92666، واتساب البرنامج 3 3 3 0 9 9 3 3. تذكير طبعا لمستمعينا عبر أثير إذاعة قطر، والمشاهدين إن شاء الله راح تظهر لهم الأرقام على الشاشة. وبالنسبة لواتساب البرنامج نذكر أن الخدمة متاحة 24 ساعة حتى بعد انتهاء الحلقة. بعد البرنامج أيضا بإمكانكم إرسال ملاحظاتكم من خلال خدمة الواتساب، مدعومة أيضا بالصور والفيديوهات، بإمكانكم إرسالها وأيضا سيتم بثها وقراءتها في اليوم التالي بإذن الله تعالى. ومتواصلين مع المداخلات الهاتفية. معنا هذه المداخلة من أبو حمد. أبو حمد صباح الخير. صباح النور طال عمرك. حياك الله يا أبو حمد، يا هلا تفضل. الله يبقيك. طال عمرك، أنا عندي موضوع شكوى على وزارة التعليم. نعم. أنا مشرف في مدرسة. نعم. نعم، وماخذ إجازة لأحد الوالدين، رعاية الوالدين. طيب الله يحفظهم. طيب. و رجع قالوا لي داوم شهر 4، شهر 4 لطاف. نعم. وداومت 4 و5 و6. زين. نعم. جات الإجازة، إجازة الطلاب الموظفين، إجازة المدارس، قالوا لك 44 يوم بدون راتب. راجعتهم قلت ليش أنا ما أخذ إجازة رسمية من الدولة. نعم. ورعاية الوالدين. قالوا لي لا، أنت كنت إجازة ما يحسب لك. وش هذا الكلام طال عمرك؟ يعني 44 يوم بدون راتب. طيب هذه الإجازة رسمية ومعتمدة يا أبو حمد، وأنت ماخذ الموافقة عليها. إيه نعم طال عمرك. طيب، ويعني أعطيتهم هذه الأوراق الخاصة بالإجازة اللي تثبت أنها فعلا هي إجازة رسمية وماخذ الموافقة عليها؟ إيه نعم، ماخذ إجازة ومعتمدة وكل شيء، من وتقارير طبية. نعم. وما تفاجأت في هذا الأمر، يعني 44 يوم بدون راتب إيش؟ طيب إجازة رعاية الوالدين هي محددة بعدد أشهر معينة؟ أعطوني يعني سنة، يعني أعطوني سنة 8 شهور، يعني من شهر 4 اللي طاف 2020 إلى شهر 4 2021. طيب وأنت داومت بعدها؟ إيه داومت. آخر تواصل معاهم إيش قالوا لك بالضبط عن هذا الموضوع يا أبو حمد؟ اليوم جيت الوزارة، قالوا اكتب تظلم وشوف لك الطريق. نعم. وين اكتب تظلم؟ طيب خير إن شاء الله يا أبو حمد، إن شاء الله نتواصل مع وزارة التعليم، نوصلك أيضا الأخوة في وزارة التعليم حول موضوعك. يعني مثل ما ذكر أبو حمد، الإجازة رسمية ومعتمدة وماخذ الموافقة عليها، وهي إجازة رعاية الوالدين، ولكن يعني هناك مشكلة مع المدرسة في هذا الموضوع. عموما الأخوان في وزارة التعليم راح يتابعون معك الموضوع يا أبو حمد، وإن شاء الله يتم حل الموضوع، وبانتظار أيضا الرد على هذا الموضوع وتوضيح التفاصيل الخاصة فيه، وإن شاء الله يتم حل هذه المشكلة بإذن الله تعالى. وطن الحبيب صباح الخير أعزائي المستمعين وأعزائي المشاهدين، لازلنا معاكم على الهواء مباشرة حتى 9:30 بإذن الله. بإمكانكم التواصل معنا على هاتفنا 4 4 3 4 4 3 4 4، وخدمة الرسائل النصية القصيرة على 92666، والواتساب على 3 3 3 0 9 9 3 3. معنا أبو عبد الله. أبو عبد الله صباح الخير. صباح النور. حياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. زي حضراتكم. إن شاء الله تكونوا بخير. تفضل. والله دعوني يعني أستغل ظهوري الأول في البرنامج المميز وطن الحبيب صباح الخير، وأتقدم بخالص التحايا والدعاء بالمزيد من التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة قطر، أميرة وحكومة وشعبا من المواطنين والمقيمين. أنا والله يا أخي لي مشكلة بسيطة مع أحد مكاتب السفر، بتتلخص في أن أنا من حوالي 1 سنة و4 شهور رحت حجزت 5 تذاكر سفر لي والأولادي بمبلغ 12,200 ريال. بعد كده حصلت الجائحة، جائحة كورونا العالمية، فكل الخطوط العالمية زي ما حضراتكم عارفين توقفت. فرجعت المكتب قال لي والله إن الخطوط اللي أنت حاجز عليها لا ترد الأموال إلا بعد مرور سنة كاملة.
طيب. انتظرت سنة كاملة ورحت لهم قالوا لي لسه ما جابوش الفلوس، لسه ما جابوش الفلوس، إلى أن في 10 إبريل الماضي قالوا لي خلاص فلوسك وصلت من مكتب من شركة الطيران العالمية عندنا في المكتب، كده الفلوس عندنا احنا كمكتب مش كشركة طيران. طيب ادوني الفلوس. طيب معلش عندنا شوية الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعده، طب بعد العيد، طيب تمام، وهكذا يعني تسويف في تسويف في تسويف. طيب. إلى أن وصلنا الحين أنا أولادي عاوزين ينزلوا مصر، قلت لهم يا أخوانا طب حتى ادوني تذاكر بلاش فلوس، ادوني تذاكر، والله التذاكر دي بتصدر بفلوس وإحنا ما معناش فلوس. فطيب أخوانا في حل أنتوا تقدموه؟ لا ما فيش حل. في حل. ليش؟ اتصلت بحماية المستهلك. أيوة أنا هذا هو اللي يعني أبغى أوصل معاك أنك في جهة يعني بإمكانك أيوة أنك أنت تفصل بينك وبين أي جهة أخرى يعني. صحيح. طيب. هو انا حبيت ان انا يعني اتواصل معهم انسانيا واصبر عليهم الى يعني النهايه حتى يقولوا ان احنا نفسنا روح انت لحمايه المستهلك وشكينا. طيب. وهو ما حصل بالفعل يعني مش عارف الجرأه جايبينها منين. رحت حمايه المستهلك السلام عليكم وعليكم السلام، الامر انا عندي مشكله مع مكتب سفر. قالوا لي لا مكتب السفر ما مش جهه اختصاص لينا، انت جهه اختصاصك هيئه الطيران المدني. طيب. اتصلت بهيئة الطيران المدني السلام عليكم وعليكم السلام، أنا مشكلتي مع مكتب السفر، هو بيقر وبيعترف أن الفلوس وصلت من الشركة من شركة الطيران وهي عنده ومش راضي يدهاني. قال لي طيب أنا هتواصل معه وارجع لك. تواصل معه مشكور أخ في هيئة الطيران المدني وفوجئت بمكتب العمل مكتب السفر هاي بيتصل بي بيقول لي إحنا على استعداد نعطيك مش أموال لا تذاكر بقيمة 2500 ريال. طيب يا أخي أنا لي 12200 تديني تذاكر ب 2500؟ والله هو ده اللي عندي. طيب. يعني أنا مش أنا يعني لم ألجأ إلى الاتصال بكم ويعني أخذ. لا بس ما رجعت تتكلم المفروض الأخوة في هيئة الطيران المدني يرجعون يتواصلون معك ويشوفون إيش اللي حصل. رجعت له قلت له يا فندم بيقول لي خد تذاكر طيران ب 2500 ريال من 12200. قال لي حاضر أتواصل معك ولم يتواصل معي للأسف تاني. طيب. أنا أقول لك وهذا الكلام أنا مسؤول عنه أمام الله وأمام أي جهة. طيب. المبلغ المتبقي لي... لك هناك عندهم اللي هو 12200. 12200. لم يتم خصم أي شيء منه طبعا. نعم فندم. ما تم خصم شيء من قبل شركة الطيران نفسها يعني. نهائيا الشركة يا فندم الفلوس قعدت عندهم سنة وأربع شهور إزاي هيخصموا تاني يعني هم أكيد يعني يعني هم كتر خيري من الظروف قالوا سنة وأربع شهور هم كتر خيري من أنا قصدي يعني في ساعات مثلا والله في مثلا في فيز أو حاجة بالتذاكر هاي تم اقتطاعها أنا بس أسألك أن المتبقي لك تماما اللي هو 12200 لدى هذا المكتب 12200 والمكتب طيب. بيقر وبيعترف أن الفلوس جاءته كاملة طيب والموضوع مكملة نعم. الموضوع الآن تعلمه الهيئة العامة للطيران المدني اتصلت بهم نعم نعم خلص خير ودار الحوار الذي قلته لك منذ قليل أبو عبد الله إن شاء الله بإذن الله هو بس المشكلة يا أخي إن يعني شوية معلش يعني ملاحظة بسيطة إن الهيئات المسؤولة أو الجهات المختصة بإنفاذ القانون يعني هي شوية بتتواصل وديا وأنا سنة وأربع شهور وديا طيب إحنا عاوزين إنفاذ قانون إحنا في دولة قانون وهذا حق نعم. يرجع الحق لصاحبه بالتأكيد يعني إحنا في دولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني الحمد لله رب العالمين نعمة إحنا في دولة نعمة الحمد لله أنا ألخصها في نعمة نترك الآن المجال الأخوة في الهيئة العامة للطيران المدني طيب على أساس يوافونا بالموضوع نفسه وما هي الإجراءات اللي يمكن أن تتخذ في حالة تقاعس هذا المكتب عن إرجاع المبلغ لك وخاصة أن أنت الآن ذكرت قلت يعني مو بشرط أنه والله المبلغ يرجع الآن أنا بحاجة للسفر فيعطونك بدالها تذاكر السفر فمنا الأخوة في الهيئة العامة للطيران المدني نتمنى أنهم يتواصلون معنا ويتواصلون كذلك معك ويجدون حل سريع لهذه المشكلة بإذن الله وبما أن المبلغ موجود تأكد أن الأخوة في هيئة الطيران المدني إن شاء الله راح يتواصلون معك وراح يجدون لك الحل بإذن الله تعالى وطن الحبيب صباح الخير وبتواصلين معاكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام يعني وصلتنا أكثر من رسالة نصية مع الأسف مقطوعة لنا فيها شرح وتفاصيل كثيرة ودائما نذكر بهذا الموضوع أن إذا كان في شرح وتفاصيل كثيرة الأفضل تكون عن طريق واتساب البرنامج أو من خلال مداخلة هاتفية نسأل نستفسر نستوضح نعرف المشكلة بالضبط على أساس نوصلها للجهة المعنية بشكل واضح وبشكل كامل وبكل التفاصيل
فيعني لي صاحبة هذه الرسالة أو صاحب هذه الرسالة إن شاء الله يتواصلون معنا مرة ثانية ويرسلونها من خلال واتساب أو من خلال تواصلهم معنا بالمداخلات الهاتفية بإذن الله تعالى. هذه رسالة وصلتنا عبر الواتساب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي شكوى على كهرباء، يقول لقد تم إضافة مبالغ على رقم الكهرباء الخاص بي من قراءة عداد الماء بالخطأ، علما بأن العداد الذي تم أخذه أو أخذ القراءة لا يخص المبنى الذي أنا مستأجره، وقمت بمراجعة الإدارة وقسم خدمات المشتركين وجميعهم يعرفون الخطأ من عندهم، وصار لي الحين 3 شهور وأنا راجعهم ولا حد حل لي هذا الموضوع، والمبلغ حتى الآن في حدود 65,000، يعني هذا هو صحيح يعني، وقابلت جميع المسؤولين ولم يتم حل هذا الموضوع، أرجو منكم بث شكوتي. هذه الرسالة من عبد الله محمد، وفعلا صراحة أرسل لنا الكتاب التظلم اللي مقدمه إلى الإدارة المالية في كهرماء، وفعلا المبلغ 65,000 تقريبا. لذلك أتمنى من الأخوة في كهرماء يعني سرعة حل هذه المشكلة للأخ عبد الله حول هذا المبلغ. نعم، أيضا هناك رسالة واتساب مستمعينا ومشاهدينا الكرام تخص الأخوة في اكتشف قطر، يقول صاحبها عندي شكوى على اكتشف قطر، حجزت حجر أسبوع في فندق لعاملة منزلية، كان مفترض أنها توصل بعد إجازتها ولكن العاملة للأسف ما جات، ويعني ما خبرتنا أنها جاية، تذكرة الطيران قدرنا نرجع منها مبلغ، أما الفندق تواصلنا مع اكتشف قطر وقالوا المبلغ يعني غير مرتجع، يقول أنا يعني إذا العامل المنزلية قررت أنها ما ترجع ولا علمتنا، فيعني يقول أنا إيش ذنبي، المفروض يتم إرجاع المبلغ لأن الغرفة لم تستخدم أو على الأقل نص المبلغ أو تخصم ليلة واحدة مثل نظام كل الفنادق، نبي حلول لهذه المواضيع، أما أن المبلغ ينخصم كامل نتمنى إعادة النظر في هذا القرار. عموما منا إلى الأخوة في اكتشف قطر، كان عندنا أكثر من ملاحظة اليوم وأمس والأيام الماضية، هناك ملاحظات تخصم، إن شاء الله يتم التواصل بعد الحلقة ويتم أخذ يعني تفاصيل هذه الملاحظات الواردة ومتابعة الموضوع وحل المواضيع المطروحة عندنا في البرنامج. وطن الحبيب صباح الخير، نتمنى فعلا من الأخوة في اكتشف قطر، وخاصة لم يصلنا منهم رد منذ فترة طويلة، وكلها تدور في يعني في موضوع واحد اللي هو الحجوزات إرجاع المبالغ، يعني الموضوع الرئيسي اللي يعني اللي دائما الناس يطرحونه في البرنامج حول استرجاع مبالغ التأمين واسترجاع بعض مبالغ الحجوزات للحجر الفندقي التي لم تستخدم، سواء يعني بإلغاء الحجوز هذه اللي تكون فجأة مثل ما حصل مع الأخ الفاضل اللي أرسل لنا رسالة، أو حتى يعني عند وصول المطار يكون عليه حجر منزلي لذلك يعفى من حجر الفندقي. فيعني أتمنى صراحة من الأخوة في اكتشف قطر التواصل معنا ويعني إبداء رأيهم في هذه التأخيرات التي تحصل في استرجاع هذه المبالغ، مع أن القانون الموضوع أو الشروط اللي وضعوها الأخوة في اكتشف قطر هي 60 يوم عمل كحد أقصى، واللي نلاحظه أكثر من 60 يوم عمل، لذلك أتمنى منهم أن يعني يدلون برأيهم في البرنامج حول هذا الموضوع. نعم، ولازلنا متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر برنامج وطن الحبيب صباح الخير، متواصلين مع المداخلات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب معكم إن شاء الله حتى 9:30، وأيضا يعني من خلال الواتساب برنامج بإمكانكم إرسال الصور والفيديوهات، وبدورنا راح نرسلها للجهات المعنية.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عودة لكم، عودة لمداخلاتكم الهاتفية ورسائلكم النصية ورسائل الواتساب. هذه رسالة نصية وصلتنا تخص الأخوة في وزارة التعليم، تقول صاحبتها عندي ملاحظة تتعلق بوزارة التعليم، لاحظت اختلاف واضح في اختبارات نهاية العام الدراسي في المدارس الخاصة. تقول بعض المدارس الخاصة كانت الاختبارات أونلاين، بالنسبة للمدرسة التابعة لها عيالي، هي مدرسة خاصة بريطانية، شددت على حضور بنتي إلى مبنى المدرسة علما أن بنتي لها أو عندها تقرير طبي من مستشفى سدرة وعندها ظرف صحي خاص جدا. يعني نحاول أن نستوضح هذه الرسالة أكثر لأنها مقطوعة وعلى عدة مراحل. تقول لماذا يجبر الطالب ذو مرض مزمن من الحضور إلى مبنى المدرسة في ظل هذه الظروف وإذا عنده يعني مرض خاص فيه. وعموما يعني الأخوان في وزارة التعليم والتعليم العالي إن شاء الله راح يتواصلون مع صاحبة هذه الملاحظة ويعرفون التفاصيل أكثر. ما أدري إذا يعني الاختبارات في اختبارات أونلاين أو لا، المدارس الخاصة لها نظام خاص. عموما كل هالأمور نستوضح من الأخوان في وزارة التعليم والتعليم العالي، إن شاء الله يتواصلون معنا حول هذه الملاحظة وكل الملاحظات الواردة في البرنامج، وبانتظار الردود في القريب العاجل بإذن الله تعالى. وطن الحبيب صباح الخير، هذه رسالة من أبو جهاد يقول صباح الخير وطن الحبيب، الرجاء المساعدة في هذا الموضوع. يقول نحن مضطر للوقوف طويلا أمام قسم المرور في المزروعة لتخليص معاملات مثل ورقة صبغ أو غيرها، نتمنى من إدارة المرور إيجاد حل ولكم جزيل الشكر. أبو جهاد منا الأخوة في الإدارة العامة للمرور. نعم زميل الحين يمكن في إطار الحديث عن الأخوة في الإدارة العامة للمرور، اليوم زميلتنا نوف بهزاد أطلعتنا على خبر من أخبار الصحف المحلية اللي هو المرور استئناف العمل في ورش تصنيع لوحات بمسلم. يمكن هذا الموضوع انطرح قبل كم يوم عندنا في البرنامج بخصوص الازدحام اللي كان واقع في يعني ورش تصنيع اللوحات، فيعني هذا الموضوع أكيد راح يسهل على المراجعين فيما يخص هذه الإجراءات الخاصة في هذا الموضوع. يعني أعلنت الإدارة العامة المرور استئناف العمل بقسم ورش تصنيع لوحات بمنطقة مسنيم خلال الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرا حتى 7 مساء، بالإضافة إلى استمرار عمل ورشة خلال الفترة الصباحية من 6 صباحا حتى 1 ظهرا. وكان هذا المطلب عبر برنامج وطن الحبيب صباح الخير، لأن مثل ما ذكر صاحب الملاحظة أن هناك ازدحام في الفترة الصباحية، فبالتأكيد الفترة المسائية راح تسهل الموضوع أكثر وراح تقلل من هذا الازدحام. فيعطيهم العافية الأخوان في إدارة المرور على يعني دائما حرصهم على الاهتمام والاستماع لكل ملاحظات المراجعين ومتابعتها، وأيضا الأخذ دائما بالاقتراحات المطروحة سواء من مستمعين مشاهدين عبر البرنامج أو من الجمهور بشكل عام من خلال مواقع التواصل الأخرى. فكل شكر وتحية للأخوة في إدارة المرور على هذا التجاوب الدائم مع ملاحظات واقتراحات واستفسارات الجمهور بشكل عام. هذه رسالة وصلتنا عبر الواتساب من صالح المري أبو حصة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا ساكن في معيذر الوكير ونعاني من بعد محطات وقود، يليت يكون في محطات داخل المنطقة، يقول لك كلها موجودة على الشارع العام، في كبار سن يطلعون من بيوتهم علشان يعبون بترول ويعني يكون بالنسبة لهم صعب، يليت يكون في محطات وقود قريبة وداخل المنطقة لخدمة أهل المنطقة، وشكرا لكم. أخوكم صالح المري أبو حصة. طبعا الأخوة في شركة وقود متواصلين معنا، إن شاء الله أنه يستمعون إلى هذه الملاحظة ويكون في يعني إذا فعلا هي بعيدة من المنطقة أنه يكون على الأقل بعض المحطات أو محطة قريب من المنطقة على مدخل المنطقة أو على أحد مخارج هذه المنطقة تسهيلا على الناس. لكن نعلم بأن هناك مواقع محددة لوقود تبنى فيها هذه المحطات لخدمة المناطق على أن تكون قريبة من المناطق، خاصة بالمناطق الخارجية أو حتى في المناطق الداخلية داخل مدينة الدوحة. لذلك يعني أتمنى من الأخوة في شركة وقود أن يتواصلون مع الأخ أبو حفصة ويشوفون يعني الموضوع بشكل أوضح، وإذا في إمكانية أن تكون هناك محطات قريبة من هذه المنطقة، منطقة معيذر الكير، أن يتم إنشاء هذه المحطات. نعم،
وعموما يعني وصلتنا اكثر من ملاحظه من سكان معيذر الوكر، نعرفنا منطقه جديده ولكنهم بحاجه لمختلف الخدمات. كانت هناك ملاحظات يعني حول موضوع الشبكه، يعني محتاجين تقويه الارسال. كان هناك ايضا ملاحظه بخصوص تمديد المياه، اكثر من مطلب من سكان معيذر الوكر. ان شاء الله يتم النظر في مطالبهم وهذه الخدمات الضروريه الاساسيه اللي يحتاجونها، ويعني يحتاجها سكان اي منطقه. ولا زلنا متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وعندنا ايضا مجموعه من رسائل الواتساب. هذه ملاحظه يقول على مكاتب جلب الايدي العامله وارتفاع سعر الاستقدام. يقول يعني كلمت كم مكتب في ريان، تفاجأت بسعر الاستقدام الى الضعف. يقول يعني هذا الموضوع مهم، نتمنى النظر فيه في ارتفاع الأسعار، ويكون في جهة مسؤولة في الحد من الارتفاع وضبط الأسعار، وجزاكم الله خير. هذه رسالة من أخونا مبارك الهاجر. إن شاء الله يا أخي مبارك يتم النظر في هذا الموضوع. عموما هذا الموضوع ينطرح بين فترة والأخرى في برنامج وطن الحبيب صباح الخير، ويمكن في يعني الدورات السابقة أيضا تم طرحها أكثر من مرة فيما يخص الأسعار. دائما هناك شكوى في ارتفاع في الأسعار، يتمنى صاحب الملاحظة وصاحبة الملاحظة دائما من خلال طرحها للموضوع في البرنامج أنه يكون في يعني سقف محدد لا يتعدى هذا السقف. توحيد الأسعار مثل ما ذكرنا ربما يكون صعب، لأن هناك معايير مختلفة من يعني بلد الاستقدام أو غيرها، هناك أيضا شروط من البلد نفسه، ولكن على الأقل يكون هناك سقف محدد لهذه الأسعار، ما ترتفع بشكل مبالغ فيه. هذا طبعا مطلب من المطالب اللي احنا دائما نستقبلها بين فترة والأخرى في برنامج وطن الحبيب. نعم، يعني الموضوع هذا فعلا من المواضيع التي أثيرت كثيرا من خلال البرنامج، ويعني الفترة الأخيرة من الملاحظ يعني حسب كلام الأخ صاحب الرسالة إن زاد الضعف، يعني فيعني الأسعار أصبحت مرتفعة جدا. هل هناك حل لدى الجهات المختصة حول هذا الموضوع؟ كما ذكرتي ليلى، من الصعب توحيد الأسعار في كل المكاتب أو كل البلدان، لذلك ولكن يعني يكون في أسقف معينة أو حد معين على أساس أن أنت تضبط الأسعار هذه. لذلك أتمنى من الأخوة المسؤولين في الجهات المختصة دراسة هذا الموضوع وإيجاد حل لهذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار جلب الأيدي العاملة. نعم، عموما مع هذا الموضوع المطروح من أخونا مبارك نكون وصلنا لختام حلقة اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، واللقاء يتجدد بإذن الله تعالى يوم الغد وفي نفس التوقيت معكم من الساعة 8 لين 9:30 بإذن الله تعالى، مع مداخلاتكم ورسائلكم النصية ورسائل الواتساب. في الختام أجمل التحايا من فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني، إلى اللقاء.